السلام عليكم، واش راكم لافامي؟ ان شاء الله كامل راكم لاباس، وانتم تفرجوا في لا فيديو جديده على قناتكم كريموتاك. اللي جديد معنا ما ينساش يروح يدير ابوني ويفعل الجرس يمر لافامي ديالنا جام. وبارك الله فيك اخي الكريم ولا خويا العزيز. كي العاده شركه تاع بلاك فيو جاتنا بتليفون جديد واللي هو بلاك فيو بي ال 9000 5G. خلينا نروح نشوفوا مواصفات هذا الهاتف مع بعض ومن بعد ننتقلوا للسعر. راح يجينا هذا الهاتف بشاشه كبيره بمقاس 6.78 انش HD Plus، وهي من نوع IPS LCD. الشاشة هذه راح تجينا بسرعة تحديث 120 هرتز، راح تعطيك هذه الشاشة تجربة بالبزاف مليح، بالإضافة إلى شاشة خلفية بحجم 1.32 إنش وبدقة 360x360 بيكسل وبسرعة 60 هرتز. وشاشتين في زوج راح نلقاوهم بطبقة غورنين غوريلا جلاس. كي نحكيو على الكاميرا، عندك كاميرا سيلفي راح تجينا في الوسط تاع الشاشة بدقة 50 ميجا بيكسل، وراح تعطيك صور بزاف ملاح، وهذه العدسه خصيصا لعشاق السيلفي. عندك الكاميرا الخلفيه الاساسيه راح تجينا بدقه 50 ميجا بيكسل وكاميرا 13 ميجا بيكسل الترا وايد، وعندك الكاميرا تدعم التثبيت البصري وتقدر تصور فيديو بدقه 4K. نحكيو على المعالج. شركه تاع بلاك فيو دعمت هذا التليفون معالج ميديا تيك دايمن سيتي 8020، ويدعم 5G مع واي فاي 6 بدقه 6 نانومتر مع معالج رسوميات مالي جي 77، وتحصل في الانطوطو على اكثر من 765 ألف نقطة. راح يجينا تليفون هذا بنظام تشغيل أندرويد 13. تليفون هذا راح يجينا برام 12 جيجا بايت قابلة للتوسيع حتى 24 جيجا بايت، وعندك ذاكرة تخزين عملاقة 512 جيجا بايت. راح يجينا تليفون هذا بطارية 8800 ملي أمبير تدعم شحن سريع بقوة 120 مع مدخل شحن تايب سي. درك اللي يحب يشري هذا التليفون راه متوفر في موقع علي إكسبرس كما راكم تشوفوا معايا، راح نخليكم الرابط أسفل الفيديو في الديسكريبشن. هنا في الجزائر راح تعطيك واحد 7 ملايين و300 7 ملايين و400 الف هكاك على حساب لورو شحال راه يدير في الجزائر. كما تشوفوا معايا هوليكم الرابط، تقدروا تشريوه من موقع علي اكسبريس. شركه تاع بلاك فيو ما حبستش لهنا، حطت سمارت واتش جديده واللي هي بلاك فيو دبليو سيكونس كما راكم تشوفوا معايا، بزاف مليحه. تقدروا تشريوها من موقع علي اكسبريس كما راكم تشوفوا معايا دركا، خليكم الروابط اسفل الفيديو في الديسكريبشن. والكميات راه محدودين، التليفون وسمارت واتش، تسمى ازربوا شريو ما تراطيوش. الى هنا نكونوا خلصنا لا فيديو تاعنا، ما تنساوناش ابوني اللي مش مابوني ويفعل الجرس وديروا النجم للفيديو. نشوفوكم في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.